والله يجي ياخذ ببلاش. والله صار له ساعة مأمل في أي أم الغريب. بدي أحكي عن طرابلس بيعانة. يا محل أيام فرنسا، يا محل أيام هذيك الأيام، يا محل هذيك، والله كنا عايشين والله. فقر بس والله عم نشتغل. حابين نقول الله لا يعيننا. إذا ما اشتغلنا ما بنكون. في مثل بيقول على قد بساطك مد إجراك، اليوم ما في ناس برتاح. اليوم شيء ضروري الواحد بيستعمله. كهرباء ما فينا عم نتحمل، عم تيجي ساعة كهرباء ساعة عم نتحمل من شحنة. السياحة تراجعت 100%، يعني قبل هالسنة هيدي يوقفوا بالدار السواح، بالدار يوقفوا عندي لحتى كل واحد يخلص يفوت غيره. هلا هالسنتين هولي سياحة ميتة عدم شرعي. طب أنا اليوم مثلا إجيني 100,000، بطلع على بيتي إذا بجيب حمص وفول ودخان بدي 50,000، طب أنا مثلا بعد أوقات بتغدى ما بتعشى، يعني بس الواحد عايب يحكي إنه بهدل حاله بين الناس. سعر الكعكة كان تقريبا بال 750 بال 500 للألف، هلا بال 2500 وبال 2003. كان الفقير مثلا زعلان هو مرته، ما معه مصاري، زعلان مع جاره، بده مصاري يجي، أعطيني قهوة 250، هلا عم ينباع ب 1000، حرام. بتشتري المواد الأولية كلها بالدولار، ما في بلبنان، من زمان نحن صناعتنا بالدولار. يعني كانت تكلف العدة كلها تتكلف لها مثلا لنقول مليون ليرة، هلا صار بتكلف 10 15 مليون. كانت تقريبا 6,000 4 دولار، هلا عم بيع ب 18، العالم بتنق بتقلي غليتي من 6,000 ل 18. انا قديه ضعف علي سعر الكلفه. مثلا الرز كان الكيلو 500 ليره او 750 ليره، صار الكيلو انا عم اشتري ب 9,000. اكيد هلا لما بدي لك كعك بوجي بدي تكون في خساره، لانه بس يبيت الكعك ما عاد ينباع. عندك شحن الاسواق كلها هون، هلا مثلا كم يوم عم يشتغلوا لك ما اجار محله 50,000 دولار بالسنه. من أبني جابوا هذا؟ كنا نبيع كيلو الجربيدة بالقبل ينبيع ب 30,000، كان 20 دولار، هلا ب 100,000 ما بينبيع، ده بقى معني خسارة، لأنه خسارة كتير. هي المينا اقتصادياً بالأخص المينا، شو اللي بقى من المينا لفوق؟ اللي هي المينا عايشة على البحر، يعني ثلاث أرباع شعب المينا صياد، يعني إذا الصياد ما اشتغل ما في ياكل لحمة، اللحم ما بيبيع. أنا أخذت بريفي، بريفي مثلاً فيني فوت عسكري. طيب إذا شوي تواصل ممكن أقعد مطرح ما غير هون، طب أنا وين أقعد هلا؟ الحمد لله هذا حالي وحال الشباب كله اللي موجوده. لا والله ما قدرت كملت لهم، طلعتهم كلهم، حتى الجيش ما استفدت منهم. شو بدي لك في انا صدق ولا انترنت بيتي ما عندي، ما قدرت ركبت انترنت، وليدي ما عم تعلموا اونلاين. طب انه اكثر من هيك في اشياء عم يطلبها الولد والله ما قدر اجيب له اياها، بستحي من حولي بيهرب من البيت. مين بدي يحمي؟ الزعماء والنواب والدولة. الحمد لله أنا عمري 57 سنة، ما مر علي مثل هالأيام هيدي. الدولار صار ب 12,000. مين بده؟ نحن من كمان الحكومة بدنا على الكبار. استثنى حدا أبدا. كله هدول عم يشتروا لمصروعهم لكروسيو، ملصقين على كروسيو، ما بيهمهم مصلحة الشعب أبدا. بس واحد فقير لسه ربطة خبز جيبوه حبسوه 3 سنين. ليش ما بتحطوا النواب الوزراء اللي عم تسرق المال الشعب الفقير؟ مال هالعهد اللي جانا هالعهد هذا خرب لبنان، عهد هذا خرب لبنان خربوه. الزعماء النواب والوزراء ورئيس الجمهورية هذه المسؤولية عليهم كلهم، يتنحوا ويجي شباب مثلكم واللي يجوا على الحكام. أنا بقول لهم برأيي اتركوا لبنان وفلوا، اتركوا لبنان واتركوا الشعب وفلوا. إذا بدهم يضلوا ما يفكروا إلنا بكراسين البلد كله، هو رايح 3 أرباعه بس امتى بينهو بيعلنوا وفاته ما حدا بيعرف. ما بحب اطلع برات لبنان، هيدي البلد اللي خلقت فيها بدي ادلي فيها. يا ريت والله، والله يا ريت دغري بيقضى العيله بروح دغري احسن من هون، يعني مليون مره اللي بيطلع من لبنان نيله. هلا انا بليك انه انا مره عمري خلص، بس هلا الدار والبيئه اوليدي، يعني اكبر ولد عندي اللي بنزله هون معي عمره 15 16 سنه، انا ماني مضطر نزله. ما فروا له معي بدي بقى انا هالولاد بو هلا بيهمون هالولاد يسافروا اول الناس، وبستغني عنك لك ما باخذ الا بس ما بدي ثياب بس طلعوني بالطياره.
صدي انا هيدا ابني هيدا ديني الواحد ما له اخذ عقله الا السفر. انا قد ما فيني بحاول حط عصير ما خلي يسافر بس بالاخر شايف كيف يمكن انا وياه نسافر. اما البروت لبنان لبنان ما فاهم البروت طرابلسي انسان عن جد هو عنده كرامه وقلبه طيب بس الله لا يوفقه نزلوه شوي زلوه بلقمة الأكل.